السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بقدم لكم جدول تحصين الكتاكيت ابتداء من عمر يوم حتى نهاية الدورة. الورقة دي تعتبر روشتة أجمع عليها الأطباء البيطريين. نشوف، نقرب الصورة من اليوم الأول. ننزل، أتمنى تكون واضحة. حتى 38 يوم، بعد كده بنوقف العلاج علشان تكون الفراخ نظيفة قبل ما نذبحها. وفي النهاية درجات الحرارة في الأسبوع الأول 34، وتقل 3 درجات أسبوعيا حتى الأسبوع الثالث لتصل إلى 25 بداية من الأسبوع الرابع. لو في أي استفسار أو أي أرقام مش واضحة اكتب في التعليقات وأنا أرد عليك. اشترك في القناة علشان يوصلك الفيديو الجديد. هنتكلم عن الجير في فرشة الفراخ.